حياكم الله مشاهدينا الاعزاء، نرحب فيكم بحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي من الامارات. عودناكم كالعاده نبتدي جولاتنا من اماره ابو ظبي وننتهي في اماره الفجيره، وخلونا نروح لموضوعنا الاول. لأول مرة يستضيف إكسبو خرفكان معرض الاستثمار العقاري، حيث عرض من خلاله أحدث التصاميم والمباني لكل شركات العقارية وكذلك المباني التي تعمل باستخدام التكنولوجيا. المزيد في هذا التقرير. نحن طبعا سعداء بهذا المعرض للدورة الأولى للاستثمار العقاري والتطوير العقاري. طبعا الوضع تغير عن المكان فيه السابق، ليست هي مجرد عقارات بطريقة هامشية وطريقة غير مدروسة، وإنما الآن العقار صار له أهمية كبرى بالنسبة لدراسة العقار ومدى الجدوى الاقتصادية من إنشاء هذا العقار، وأن دخل العقار خلال مثلا مدة قصيرة يعيد تكلفته. مشاركتنا بثلاث مشاريع: مشروع منتجع المهرة في جزيرة المرجان في رأس الخيمة، وهو منتجع عبارة عن غرف فندقية 4 نجوم طرحناها للمستثمرين. مشاركين بمشروع ثاني اللي هو برج آرت تاور في الشارجة، وهذا بعد في لمسة فنية عبارة عن تعاون بيننا وبين الأستاذ محمد، الأستاذ الفنان الرسام الإماراتي الكبير. إضافة إلى هذا إحنا مشاركين بعد في مشروع ثالث بمسمى برج المزرعة في إمارة عجمان، وهذا البرج بعد فيه تكنولوجيا زراعة مائية وفكرة جديدة انطرحت في على مستوى الإمارات والمنطقة. طبعا دور دائرة التسجيل العقاري بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة لهم دور كبير في دعم الحركة العقارية في الإمارة، وكذلك عن طريق المعارض العقارية اللي تصير فيها. اليوم نحن هذا المعرض الأول، وفي نخبة من المطورين ليعرضون مجموعة متميزة من المشاريع التطويرية بالاستخدامات المختلفة، فيها منتجات عقارية مختلفة. مشاركتنا في معرض الاستثمار العقاري في مدينة خرفكان هو تسويق لمشروع ماك فاين في منطقة دبي الجنوب وإكسبو 2020. المشروع عبارة عن 13 مبنى سكني. المرحلة الأولى من المشروع راح يكون تسليم إن شاء الله خلال أسبوعين بإذن الله، عبارة عن 6 مباني، والمرحلة الثانية عبارة عن 7 مباني راح يكون تسليمها بإذن الله تعالى في شهر 6 2019. تجسيدا لدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان أنهيان طيب الله ثراه، الذي كان الرائد على مستوى العالم في مجال الصيد المستدام وصون التراث وحفظ الأنواع، لذلك عقد مؤتمر لإطلاق معرض أبو ظبي للصيد والفروسية لتكون دورة هذا العام احتفاء بمئوية الشيخ زايد الصقار الأول وأحد أهم حماة الطبيعة في العالم. المزيد في هذا التقرير. طبعا المعرض هذا العام مثل ما قلت انا قبل ان نحتفل بمئوية زايد الله يرحمه، ففي تجهيزات كثيرة جدا حق مئوية الشيخ زايد الله يرحمه، من ناحية ان عرض حوالي 3000 صورة للشيخ زايد بعدسة
براكان محمد الخالدي. أيضا هناك الفنانين المشاركين في المعرض يحتفلون معنا بميوزت. في جدار راح يكون لكل الزائرين والعارضين أنهم يعبرون عن حبهم للشيخ زايد بكتابة تعابيرهم على هذا الجدار. طبعا راح هذا كل العمل إن شاء الله راح يكون ينشر فيما بعد في كتاب. أيضا في راح يعمل فيديوهات حق اللي عبروا عن حبهم للشيخ زايد من رسامين من عارضين من غيرهم، وراح يوثق كوثيقة تاريخية على ميلاد الشيخ زايد 100 عام إن شاء الله. اليوم مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد في عنا اجتماع للاتحاد الدولي للحرك، رح يصير بقلب معرض أبو ظبي للسيد الفروسية من قاعة 11. رح يصير في انتخاب من الدول 25 دولة لرئيس جديد للحرك، وأكيد رح يكون في كمان انضمام دولة رومانيا للاتحاد الدولي لأكاديمية سباقات الخيل الإفارة. رومانيا رح تكون متواجدة معنا بستاند، ورح يكون الملتقى العالمي كمان للخيول العربية الأصيلة اللي بنظمه مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد. هالسنة تم مدريد بخلال الحدث العالمي، انعطى العلم من إسبانيا لرومانيا لتكون 2019 هي عالم الخيل العربي بقلب رومانيا ضمن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد لمهرجانه. واليوم في عندك غير انه رومانيا متواجدة بالسباقات، رح يكون لها اجتماع مكثف معنا لتنظيم حدث 2019 بكثافة، كرمال الملتقى العالمي يكون بأكبر هوية عالمية ممكن أنتوا تشوفوها. الحرص دائما على التعامل برقي بين أفراد الأسرة كونها الرئيسية الأساسية في بناء المجتمع هو من الأولويات المهمة في حكومتنا الرشيدة، حيث أطلقت إدارة مركز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة بمركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات جلسات مبادرة مودة التي تأتي ضمن أهداف الإدارة التي تتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتأكيدهما على الاهتمام بالأسرة. المزيد في هذا التقرير. اليوم في عندنا ثلاث ورش، بتكون إن شاء الله الورشة الرئيسية بيقدمها الدكتور خالد الحليبي من المملكة العربية السعودية، بتتكلم عن الذكاء العاطفي والتربية الإيجابية. طبعا بتكون في ورش مكملة لها للأطفال اللي هم الورشة الأولى من السن الرابعة إلى السادسة، بتكون إن شاء الله معنا مدربة خاصة بفئة الأطفال. كذلك عندنا ورشة أخرى من العمر 7 سنوات إلى 10 سنوات، طبعا في هالورشتين بيتحدثون عن كيفية التعامل مع الأخوة وإدارة الغضب عند الأطفال، فهذا هي عن طريق التعلم باللعب. أما بما يخص اللي هم الفئة الكبار أو أولياء الأمور، فنحن حابين نركز على الجوانب اللي هي التربية بذكاء. طبعا نحن في الجيل، طبعا تعرفين التكنولوجيا وهاي الأشياء، فوايدين يشوفون صعوبة في التربية الناحية التربوية، فنحن إن شاء الله حابين أن الجمهور كلهم يستفيدون من خبرات الدكتور في هذا الجانب، عشان يعني طبعا تكون التربية متاحة يعني في إيد الجميع، تكون بطريقة وايد بسيطة وايد سلسة. فطبعا نحن نحب ان تعمل فايده من ناحيه كل الثقافات، بما ان نحن يعني بلد جامع جميع الثقافات، فحابين ان الكل يستفيد من هاي الثقافه. طبعا الورش هاي كلها متكامله مع بعض،
فحب يعني نحن حبينا يكون كومبينيشن، نحن نعطي جانب لأولياء الأمور وتكميلي كذلك للأطفال، فهني بيكون في سلاسة في التعامل مع بعض، هم يأخذون يعني شيء معين والأهل يقدرون يضيفون عليه هذا الشيء، فهني أنت تستوي يعني كأنك سويتي مزيج كامل متكامل في الأسرة عشان فعلا نوصل للنتيجة اللي نحن نبغيها. تحرص دولة الإمارات على دعم الأنواع المختلفة للرياضات سواء كانت برية أو مائية، ويظهر هذا الدعم جليا في المرافق الرياضية المنتشرة في أرجاء الدولة، حيث أقامت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية جلسة العصف الذهني للثقافة الرياضية لطرح أفكار وحلول ونقاش تمكين دور المرأة في الرياضة. المزيد في هذا التقرير. طبيعة الحال وجودنا اليوم ومشاركة الإخوان في جمعية الفجيرة الاجتماعية والثقافية هذا واجب وطني والتواصل أيضا مجتمعي في مثل هذه المناسبات اللي تعطي وتثري الدور سواء كان الاتحادات أو الأندية أو حتى الناس في وجود أفكار وحلول للتطوير المجال الرياضي الثقافي الاجتماعي، وأيضا اليوم نناقش موضوع مهم وهو الرياضة من عدة جوانب، منها الإعلام ومنها أيضا دور الأندية وأيضا دور تطوير الرياضة المرأة الإماراتية، وبالتالي وجود بعض النقاط التي سوف تثري هذا المجال وتطوره إن شاء الله في وجود أكثر من خبراء في هذا المجال وأصحاب خبرات ما شاء الله. اللقاء اللي تم اليوم في مركز الشباب كان من اللقاءات الجميلة والمتميزة واللي تضفي روح طيبة على هذا العمل الرياضي الثقافي الاجتماعي. أتصور أن من خلال جلسة العصف الذهني اليوم اللي تبنتها جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع جمعية الرياضيين، يعني طلعنا بمجموعة توصيات مهمة خلال الفترة الزمنية المحددة وفق يعني مجموعات العمل اللي اشتغلت تقريبا 5 مجموعات، واللي أتمنى إن شاء الله من خلالها أن مع الوقت ممكن أنها تضيف، لأن موضوع الثقافة الرياضية موضوع كبير، موضوع يعني يحتاج إلى تعزيز كثير من التوجهات فيها، التأكيد عليها سواء كان في القطاع التعليمي أو القطاع الرياضي بشكل عام أو حتى القطاع الإعلام، لأنهم هم هالمحاور الثلاثة هم المعنيين بهذا الجانب. دورنا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم مشاركتنا في إبراز الرياضيين، نسلط الضوء على الرياضيين المميزين اللي أغلب الرياضيين في عالم المغامرات سواء من متسلقين جبال أو كهوف أو المغامرات الجوية البحرية الجبلية الصحراوية، في عدد المغامرين ما شاء الله حققوا أرقام عالمية على مستوى العالم، لكن على مستوى المحلي ما لهم صدى ولا حد يعرف عنهم، فحبينا في نستغل هذه الجلسة ونسلط الضوء عليهم، إن في مغامرين حققوا أرقام عالمية على مستوى العالم ونبغي الإعلام بشكل عام يعني يسلط الضوء عليهم، فدخلنا في جميع المغامرات سواء المغامرات الجوية المغامرات البحرية المغامرات الجبلية الصحراوية، والحمد لله قدرنا يعني نطلع بمفهوم جديد إن في أنشطة وفي رياضيين يعني في مجالات أخرى مهضوم حقهم، فإن شاء الله تعالى بعد هذه وبعد تسليط الضوء كذلك منكم أنتم على المغامرين في المجالات الأخرى يبرز دورهم في المجتمع مثل ما برز دورهم على مستوى العالم.
مستمرين معاكم مشاهدينا، ولكن بنروح لفاصل قصير وراجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا، والحين بنكمل فقراتنا. ورشات العمل ودورات متخصصة في المجال الإعلام التقليدي والرقمي هدفها صقل مهارات الإعلاميين الشباب وتطوير مواهبهم ضمن موضوعات مختلفة منها مهارات التواصل والدراسات الإعلامية والقيادة. هذا أهم ما يتضمنه برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة الذي نظمه مركز الشباب العربي بمشاركة 100 شاب وشابة من مختلف أنحاء الوطن العربي. المزيد في هذا التقرير. فعليا النهارده كانت جميله جدا ان احنا نتقابل مع عدد كبير من شباب الاعلاميين من مختلف الدول العربيه. الشباب دول عندهم قدرات هائله ما شاء الله، وعندهم حماس للعمل والتطوير الساحه الاعلاميه في الدول العربيه. اللي سمعناه منهم واللي شاهدناه انهم واعيين بقضايا المنطقه، واعيين بطموحات الدول العربيه وطموحات شعوبها، وعندهم القدره على التعبير عن هذه الطموحات في مختلف وسائل الاعلام. هي مهمة جدا، مش بس فكرة ان حد يجي يحاضر، فكرة ان الشباب يقعدوا مع بعض، كل شاب جاي من دول عربية مختلفة بثقافة مختلفة بخلفية مختلفة، تبادل الخبرات وتبادل الآراء وتبادل المعارف وبناء علاقات إنسانية ما بينه وما بين بقية الشباب، دي هتفرق في المستقبل. الهدف هي نقل خبرات معينة من قنوات إخبارية لشباب صحفيين يعملون في مختلف وسائل الإعلام سواء تقليدية أو غير تقليدية من مختلف الدول العربية، ونقل خبرات هؤلاء الشباب للعاملين في القناة، لأن أنا مش بس أفدت الناس اللي كانوا استفادوا، أنا استفدت منهم كتير وعرفت وجهات نظرهم وعرفت هما بيفكروا إزاي، وعرفت إن أنا لو حبيت إن أطور الرسالة الإعلامية بتاعتي كما يريدها الشباب آرائهم هتفرق معايا أكتر. متواجدين والعربية متواجدة لنقدر نتواصل مع طلاب. احنا عم نحكي عن 100 طالب، عن 100 من القيادات الإعلامية اللي بالمستقبل هي حتكون ماسك الراية، وبالتالي إذا احنا ما أعطيناها من الخبرة ومن مجالنا، وخاصة أن العربية أنه بتعرفي على في قطاع الإعلام من المؤسسات القوية الأساسية الرئيسية، خاصة في مجال الأخبار، وطبعا عندنا أختنا الصغيرة الحدث ولكن كبرت كمان بنفس الوقت، فبالتالي تواجدنا هو للتواصل مع الطلاب، إعطائهم جزء من ما اختبرناه بخلال عملنا. هو بالنهاية عمل متكامل مع بعض، وصياغة الخبر لا تقتصر على شخص واحد ولا معلومة بتجينا وبتمر مرور الكرام، وبالتالي كان جدا مهم الحديث عن هذه النقطة. اخترنا قضية صياغة الخبر لأنه بالفترة الأخيرة المعلومة بديت تنتشر بطريقة خيالية بين الجميع، وبطل الواحد يفرق ما بين المعلومة الصحيحة والمعلومة المغلوطة، وكثير من الإعلاميين حتى ورغم أنه مخضرمين وقعوا بكثير من المشاكل، كثير من المؤسسات الإعلامية أيضا وقعت ببعض المشاكل لأنه السوشيال ميديا بديت تلعب دور، كانت سباقة بكثير من المرات في نقل المعلومة ونقل الخبر، وبالتالي المحطات كانت مضطرة تتعامل معها، البعض وقع بخطأ إلى أن وصلنا لمرحلة نحاول فيها نغربل الأخبار ونغربل المعلومات اللي بتوصلنا وطريقة ما توصلنا. تعد محمية الوريعة أول محمية جبلية في الدولة، وقد أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي. الحين مشاهدينا بنروح معكم لنشاهد هذه الورشة. الجيرة الثقافة والإعلام بالتعاون مع مركز الجيرة المغامرات ورشة التصوير المتقدم فوتوهايك. يقدم الورشة الأستاذ أحمد عبيد النقبي
الورشة تتناول عدة مواضيع، منها الهدف من تصوير الفوتو هايك وأنواع الكاميرات وبعض قواعد التصوير في الطبيعة أو تصوير المغامرات مثل مثلث التعريض وقاعدة التثليث. الورشة استهدفت عدد من المصورين، طبعا الورشة استهدفت المصورين المحترفين اللي هم بما معنى المصورين اللي عندهم أساسيات التصوير. فالورشة بتكون إن شاء الله على مدى يومين، اليوم الأول في مركز الكتب والتوثيق التابع للهيئة، واللي طبعا طرحت فيها المعاور اللي تم ذكرها، واليوم الثاني إن شاء الله بتكون ورشة خارجية في وادي الوريعة. بتكون الورشة في وادي الوريعة على مدى 3 ساعات من الساعة 4 للساعة 7. بيكون إن شاء الله مركز لجير المغامرات مشرف على الورشة في وادي الوريعة، وبيتم تقديم بعض النصائح أو القواعد الضرورية للي بيشاركون في الورشة الخارجية، أو مثل خلنا نقول شو المعايير اللي المفروض تكون موجودة في المصور قبل ما ينزل للتصوير الخارجي. هذا بشكل مختصر أهم محاور الورشتين أو الورشة على مدى يومين. اليوم طلعنا ويا شباب رحلة هايكنج في وادي الوريعة، كان صراحة من أجمل الرحلات اللي طلعتها في الإمارات، من ناحية التضاريس الجبلية، طبيعة أشجار الموجودة في هذه المنطقة، الوديان، الماء ما شاء الله، صوت الحياة اللي هو صوت الشلال ما شاء الله، يعني رد وروح، وطبيعة وبعض الكائنات البحرية اللي شفناها مثل الطهر العربي، بعض الثعابين السامة وغير السامة موجودة هني. بصراحة وايد 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 استمتعنا، ننصح الناس يزورنا هذه المنطقة، بصراحة جدا جميلة، الطبيعة، الهدوء، الواحد يحاب يغير جو ما عليه غير وادي الوريعة، بصراحة متعة وهدوء وسرخاء وجمال للطبيعة مش طبيعي في دولة الإمارات. احنا سوينا فوتو هايك حق المنطقة اللي هو التعرف على جمالية المكان وطبيعة المكان، ويبنى احنا مصورين معانا عشان يصوروا المكان والتوثيق للاشياء الموجودة، يعني من طبيعة، من خضرة، من مياه ما شاء الله، والهدوء اللي فيه. يعتبر المكان من اجمل اماكن كمحمية طبيعية، كيف كانت قبل ما تكون محمية وبعد ما كانت محمية. فزيارتنا هاي الاولى من بعد ما صارت محمية ومنع الدخول لها، فصراحة تفاجأنا فيها كثير من ناحية الهدوء. ثاني شيء الحياة اللي ظهرت فيها كحياة برية، كزواحف، كمياه، كأسماك موجودة في البحيرات والمستقعات. استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع في مكتب سموه بحضور مدير مكتب ولي العهد سالم الزحمي. ومن جانب آخر قامت معالي الوزيرة بأخذ جولة في المنشآت الثقافية والاجتماعية في إمارة الفجيرة، حيث اختتمت جولتها في بيت الفن التابع لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بحضور سعادة حمدان كرم الكعبي مدير عام الهيئة. المزيد في هذا التقرير. حياكم الله مشاهدينا، نحن اليوم في بيت الفن في تغطية خاصة التي تشرفت فيها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في إمارة الفجيرة بزيارة كريمة لمعالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ذلك للإطلاع على الفعاليات ونشاطات الهيئة. طبعا حاليا نحن متواجدين في قلعة الفجيرة في إمارة الفجيرة. معاليك مرحبا بك، ونحن فعلا متشرفين بهذا اللقاء الجميل، وإن شاء الله يكون معنا هالحوار اللي بنطلع فيه على أهمية الإعلام في دولة الإمارات. شرف
تشرف لي، شكرا جزيلا. في البدايه معالج، كيف ترون هذه الزياره الكريمه من قبلكم لهيئه الثقافه الفجيره للثقافه والاعلام؟ طبعا نحن سعيدين جدا بوجودنا هنا في اماره الفجيره، وخاصه لزيارتنا لايضا المركز الثقافي وبيت الفن. هذه مبادرة مهمة جدا. نحن في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة مهتمون جدا في كيف ان احنا نوطد العلاقات بين الوزارة وايضا بين بيت الفن وايضا النشاطات. انا فخورة جدا بتواجد هذا العدد من الفنانين وايضا الاعمال، وايضا مثل ما شفنا هذه كانت ايضا الانطلاقة الاولى هذه السنة، ولكن هذه انطلاقة غنية، ونتمنى ان ايضا يكون ان التواجد مع بيت الفن في المحافل العالمية والإقليمية ان شاء الله. الاعلام الدور الاكبر طبعا في ابراز الحوار الحضاري الهادف خلال معالجة المحتوى بشكل موضوعي وايجابي. كيف تقيمون التطور الذي وصلت اليه دولة الامارات في الاعلام؟ طبعا دولة الامارات مواكبة للإعلام، مواكبة أيضا لتوصيل الرسالة، وأيضا نحن ثقافة غنية. هذه الثقافة ثقافة تواكب التطور، ويجب علينا أيضا أن نكرس الإعلام سواء كان الرقمي أو المحلي أو العالمي في توصيل هذه الرسالة. إن تنوع الخطوط العربية وتعدد أشكالها منحها خصائص جمالية قلما نشاهدها في خطوط الأمم الأخرى، ليصبح الخط العربي حقلا فنيا خصبا برع فيه العديد من الفنانين تجليات الخط العربي. ورشة نظمها مركز شباب الفجيرة لإبراز جمال الخط العربي وتعلم أنواع الخط من العهد العثماني إلى وقتنا هذا. المزيد في هذا التقرير. تستمر 3 أيام، نركز فيها على سرد تاريخ الخط العربي ونشأته ومروره بالعصور والدويلات العربية والإسلامية. نتطرق إلى مجموعة من القصص، قصص الخطاطين، رحيل الأول من الخطاطين المعروفين، بهدف أن نحن نكتسب خبرة من تاريخهم وتجاربهم في الحرف العربي. من أهم الأشياء في دورة الخط العربي إن شاء الله اللي ينفذها متحف الخط المصغر، اللي طبعا يكون حاضر معاي في معظم دورات الخط. متحف الخط يحتوي على مجموعة من الأدوات اللي استخدمها الخطاط، الأدوات القديمة من قصبات وأوراق ومحابر وحبر إلى آخره. طبعا هذه الأدوات يمكن معظم الناس ما شافها أو ما تعرف عليها، أو ممكن يكون شافها فقط عن طريق التلفزيون. الآن هو بإمكانه يشوفها مباشرة ويتعرف عليها ويلمسها ويعرف تاريخها ويعرف استخدامها. فلذلك أنا أركز على المتحف بشكل كبير أنه يكون موجود من ضمن ورش الخط. راح إن شاء الله نشتغل على مجموعة من الخطوط خلال الدورة، الخطوط العربية المعروفة من الرقعة والنسخ والديواني إلى آخره، ونتعرف على قواعد كتابة الحرف العربي بشكله الصحيح. تزامناً لاحتفالات الدولة باليوم الوطني السعودي، نظمت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية الثقافية لمشاركة الأشقاء السعوديين احتفالهم باليوم الوطني،
حضر الحفل عدد كبير من الطلاب السعوديين وعبروا عن سعادتهم بهذا اليوم المجيد. المزيد في هذا التقرير. الفعالية طبعا هذه الاحتفال بالعيد 88 للمملكة العربية السعودية، طبعا هذا الاحتفال يعبر عن مدى الالتحام والمحبة والود بين الشعبين، فالحمد لله طبعا على مستوى القيادة وعلى مستوى الشعوب أيضا. الاتفاق طبعا أو الود اللي بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الود قديم وليس بجديد، تاريخي على مدى التاريخ، كان الود من أيام المؤسسين صاحب السمو الشيخ زايد عليه رحمة الله، وأيضا الملوك المتتاليين على المملكة العربية السعودية كان الود دائما مستمر ويعني مثمر في كل الجوانب. اليوم نحتفل في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة بعجمان دار الأمان بهذا الاحتفال الكبير مع أخوان المملكة العربية السعودية في اليوم الوطني 88. اليوم ما نقول يوم الوطني للسعودية، يوم الوطني إلنا دولة الإمارات العربية المتحدة، نشاركهم بهذه الفرحة بجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية بأن نلبس الوجهاح الأخضر للمملكة العربية السعودية ونناشد هذه المقولات التي تردد في اليوم الوطني والنشيد الوطني للمملكة هنا. ومشاركة كثيرة تبدأ من لغة الضاد وحرف الكلمة والشعر، هناك فقرات شعرية وهناك فقرة اليولة، دائما الخيزرانة في دولة الإمارات بتلعب رزفتها بتكون هذه الأشياء، ولكن الأطفال اليوم فرحتهم كبيرة بتقليدهم الوشاح الأخضر. دائما بقولكم خلي دربك خضر مع قلبك الأخضر واللون الأخضر. حرصنا كجمعية عجمان التنمية الاجتماعية والثقافية أن نكون من السباقين للاحتفالية هاي الخاصة اللي نهديها من القلب للشعب السعودي، طول عمرنا إن شاء الله في تلاحم وتكاتف وما لنا غنى عن بعض. المفاجأة أن نحن حرصنا أن نحن نتعاون مع الملحقية السعودية على أساس أن يوفروا لنا فرقة خاصة من الطلبة اللي هم في الجامعة، في طالبات وفي طلبة شرفونا. نحن كلنا حرص أن نحن نستقطب هاي الفئة من الشباب، نحن يعني أهلهم عزوة لهم إن شاء الله، فنحتفل وياهم في اليوم الحلو. كل عام والمملكة العربية السعودية بخير، وطبعا أبايع الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان على هذا اليوم العالمي، اليوم اللي فيها كل فرحة مواطن ومواطنة سعودية بتوحيد المملكة العربية السعودية. وطبعا احنا في السنة التوحيد 88، وطبعا اشكر بعد دولة الامارات على التعاون والمحبة والمنافسة في فرحة السعوديين في هذا اليوم. أكيد أقول للشعب السعودي ألف مبروك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 88، الله يحفظكم ويديم عليكم جميعا الأمان بإذن الله تعالى، ونقول الدم سعودي والقلب إماراتي. أقول لجمعية عجمان كل الشكر والعرفان لدعمهم الصراحة اليوم وزيادة فرحتنا بالاحتفال باليوم السعودي الوطني. استقبلت الشارقة الرواة والحكواتيين والباحثين والمختصين في عالم التراث من مختلف بلدان العالم، حيث يحلون ضيوفا على النسخة 18 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث. ويتضمن الملتقى هذا العام الذي يتخذ من الحكايات الخرافية شعارا له
أنشطة وفعاليات وندوات متنوعة تركز على شعار الملتقى وتستنبط منه أفكارا ومقترحات ومبادرات تؤكد على أهمية ومكانة الراوي والحكايات الشعبية التي ما زالت حاضرة في الوجدان. المزيد في هذا التقرير. أنا فنانة وكاتبة من الكويت، ومشاركتي هاي أول مرة أشترك في ملتقى الراوي، وراح أقدم ورقة عمل عن الحكايات الخرافية في الخليج وفي الكويت بالذات، وأهمية الحكاية في حياة الشعوب وكيف تتناقلها الأجيال، وأيضا وجودي هنا أيضا للتعرف على الناس اللي يعملون في نفس المجال ككتاب وفنانين تشكيليين. بالنسبة للشارجة السنة الماضية مثل هذا الوقت كان عندي معرض استعادي في متحف الشارجة للفنون، أعمالي لمدة 50 سنة، ويعني فدائما الشارجة معطاءة، ويعني في استضافة للأدباء والكتاب، وفرصة جميلة للتعرف على الجانب الآخر من الوجه الثقافي العربي. وهذه مشاركتي الثانية في مهرجان الراوي في الشارقة، وأنا مسرور جدا وأشكر الشارقة حكومة وشعبا على حسن التنظيم وعلى العناية الفائقة للتراث والتراث العربي بصفة خاصة والتراث العالمي بصفة عامة، لأن لولا يعني معهد الشارقة للتراث لكان التراث نسيا منسيا، ولكن مع جهود السلطان محمد بن القاسمي ومدير يعني التراث مدير المعهد عبد العزيز مسلم، هذا يعني أشخاص لازم نذكرهم ونشكرهم لأنهم يعني يبعثوا فينا روح يعني قتالية من أجل نجمع ونحافظ على التراث ونكون يعني رواد جدد في بلداننا. ونحب أن على طبيعة الحال أن يستمر هذا المهرجان والمجاورة أيضا، لأن كانت هنالك مجاورة للحكواتيين، ويكون التراث هو يعني اهتمامنا الأول مثل الشارقة يعني، ونرجع لبلداننا إن شاء الله. عندنا كثير من المشاريع وكثير من الأمل في أن ننهض بالتراث في بلدنا انطلاقا من التجربة الإماراتية. حضور ورعاية كريمة من الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، تم عقد المؤتمر الصحفي لإطلاق بطولة الفجيرة 5 للشركات، وذلك بحضور رئيس الاتحاد ونائب الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة العليا للبطولة. المزيد في هذا التقرير. طلبت من الأخوان في الإدارة أنهم يجتمعون ويا إدارة الشركات اللي موجودة، شو المطلوب منا نحن في بطولة، هم الشركات يحددون عدد اللعيبة، أوقات المباريات، الوقت اللي يناسبهم والتاريخ اللي يناسبهم، لأن هذه البطولة مخصصة أساس تكون في وقت يناسب الشركات. فنحن بنحاول ونسعى في هذه البطولة أن كل الأشياء والمعايير لهذه البطولة تناسب الشركات وتناسب وقتهم أكثر من مجرد نتناسبنا احنا كأعضاء لجان أو مسؤولين في البطولة. الجماعة متوعدين لبعض أشوفهم في هذه البطولة، تصفية حسابات الظاهر للبطولة اللي فاتت، نعم حماس، وفتحنا لهم باب من بيكون وجوه جديدة جاية لهم على أساس أنها تغطي
اللعب شوية بيكون أقوى عن السنة اللي طافت إن شاء الله. طبعا اليوم كان انطلاق موعد البطولة بتاريخ 25 حيكون القرعة، حفل صاحب القرعة بتاريخ 1 نوفمبر إن شاء الله حيكون بداية أول مباريات باكورة المباريات. طبعا ركزنا فيها هذه السنة إن شاء الله على رفع مستوى الفرق، حيكون عندنا مستوى فرق أعلى من السنة الماضية، في معنا فرق من السنة الماضية، في معنا فرق جديدة. طبعا هالسنة حيكون في شوية جوائز فردية أكبر ماديا ومعنويا. التحكيم إن شاء الله حيكون تحكيم إن شاء الله مؤهل من اتحاد الكرة أو من الجهات المعنية. دائما بيكون حفل اختتام بطولة على أرض الملعب، توزيع الميداليات، توزيع الكؤوس، توزيع الجوائز الفردية طبعا في أرض الملعب، حيكون بنهاية بتاريخ 25 نوفمبر إن شاء الله القادم. وبتمنى من جميع الشركات اللي ما حالف الحظ إنه تشارك يشاركوا معنا السنة الماضية، يشاركوا معنا السنة. بتمنى من الشركات الداعمة ترعى هذه البطولة، لأن البطولة الوحيدة في إمارة الفجيرة تجمع بين الشركات الحكومية، المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة. مستمرين معكم مشاهدينا، ولكن بنروح لفاصل قصير وراجعين لكم. رجعنا لكم مشاهدينا وبنكمل لباقي فقراتنا. لا يستقيم أي نظام لإدارة الأداء الحكومي بدون قياس الكفاءة الحكومية، فالكفاءة هنا تدل على حسن إدارة الموارد الحكومية بأنواعها المختلفة والاستخدام الأمثل لها لتحقيق أكبر عائد بأقل التكاليف، وهذا ما تسعى إليه الدولة من خلال البرامج التدريبية وورش العمل مثل الذي نظمتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية والتوطين بمشاركة دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة. المزيد في هذا التقرير. قدم ورشة جائزة الإمارات دورتها الرابعة لعام 2017، نقدمها لحكومة فجيرة للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية والاطلاع على الأدلة اللي قامت الهيئة بإطلاقها. الهدف من الورشة أن نحن نسلط الضوء على بطاقة الأداء المتوازن اللي هي التقرير السنوي اللي ننتجه للجهات الاتحادية. كما تعرفين أن نحن ياسين نطلق هالورشة عشان أن تكون مثل اطلاع على الممارسات اللي نحن نقدمها للجهات الاتحادية في الحكومة الاتحادية كحكومة فجيرة تستفيد منه، وشرح البطاقة بكل محاورها بشكل تفصيلي. واليوم اتطرقنا على أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية، كانت في ورشة عصف ذهني. طبعا الفرق والمتواجدين كانوا وايد متحمسين على المشاركة في العصف الذهني. بناء على الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة بثقافة رأس مال الفكر البشري، ونقصد فيه موظفي حكومة الفجيرة سواء الجانب الاتحادي أو الجانب المحلي حتى الجانب الاقتصادي، نحن نسعى دائما لإحضار أصحاب الفكر الثقافي المتميز وأصحاب الذين يعيشون في السلك الوظيفي العملي. من هذا المنطلق جاءت فكرة التعاون الاستراتيجي بين دائرة الموارد البشرية حكومة الفجيرة والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات وعلى رأس معالي الوزير، أنه يعني كل البرامج الموجودة في الهيئة الاتحادية بإمكاننا نستفيد منها في دولة الإمارات عامة وفي الفجيرة على وجه الخصوص. من ضمنها هذا البرنامج اللي هو كيفية إعداد ومنهجية مؤشرات الأداء الحكومي في دولة الإمارات وفي إمارة الفجيرة.
طبعا سعينا لهذا البرنامج، وهذا البرنامج البرامج المتميزة جدا التي تربط الفكر عامة في كل إمارات الدولة. بدأت ورشة العمل يوم أمس واستمرارا لين اليوم. يوم أمس كان هناك شرح تفصيلي عن المنهجية والمؤشرات، واليوم تلتها ورشة عمل، يعني محاضرات على صميم ورشة عمل بين جميع العاملين. يعد المعرض الدولي للصيد والفروسية أبو ظبي لعام 2018 الأبرز والأشهر في منطقة الشرق الأوسط المتخصص في الصيد والفروسية والرياضات البحرية ورحلات السفاري والفنون وأيضا التحف، حيث يتيح للزوار فرصة اقتناء أحدث معدات التخييم والصيد والفروسية والرياضات الخارجية والبحرية. وقد انطلقت فعاليات الدورة 16 من هذا المعرض يوم أمس. نتابع معكم هذا التقرير. اليوم أول يوم في المعرض، استقبلنا صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد حاكم عجمان الله يطول عمره، والشيخ عمار النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ راشد النعيمي، وأيضا زار المعرض الشيخ نهيان بن زايد الله يطول عمره. ففي إقبال من أصحاب السمو الشيوخ، وأيضا الجمهور في فئة واسعة يعني من مختلف دول الخليج. في بعض المدارس بدأت يزورون المعرض من أول يوم، فالحمد لله في إقبال طبعا وفي اهتمام، وفي إن شاء الله يعني زيارات كثيرة راح تكون في هذا المعرض والطلاع. وأيضا الكثير من الجمهور اللي عندهم اهتمام بالخيول أو الصقور أو غير، فنحن حاولنا السنة أن يكون التنوع المعرض يخدم جميع فئات المجتمع، كان زائرين أو مقيمين في دولة المعرض. احنا اليوم معرض ابو ظبي الدول الصيد الفروسيه، جمهور غفير، مشاركه واسعه، اكثر من 650 شركه وعلامه تجاريه وعارض من اكثر من 40 دوله على مساحه 40,000 متر مربع. الحمد لله نجاح من سنه الى سنه، فرحانين انه نلقى هالكم الهائل من العارضين في ابو ظبي. ابو ظبي اصبحت اليوم معرض الصيد والفروسيه منصه كبيره لعقد الصفقات ما بين العارضين المحليين والدوليين، مشاركه كبيره، اكثر من 95 شركه وطنيه مشاركه، احدث معدات الصيد والفروسيه والصقاره، تلقى مشاركات متنوعه فيما يتعلق بمختلف القطاعات في المعرض. استمرت دورة طقم الأوداني الديكوباج لليوم الثاني على التوالي في بيت الفن بالفجيرة التابعة لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تحت إشراف المدربة مريم الكعبي، والتي تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بأساسيات الديكوباج. المزيد في هذا التقرير. احنا موجودين في بيت الفن، مدة الدورة عندنا 3 أيام، تعلموا الخوات منها أساسيات الديكوباج من المنتج اللي راح يعني يشتغلون عليه أو يتوفر معاهم، هي الدلال. بالنسبة للورشة حاليا راح تكون ورشة الدلال أو الأوان الضيافة، يتوفر معاهم الدلال، الجلاسات، الفناجين، الطقم بشكل عام.
بعدها راح ينضموا للشغل الثاني هي الأشياء الفنية، راح يوفروا الألوان الخاصة بالديكوباج، الورنيش، السنفرة، ويبدون الشغل فيها، يتعلموا الأساسيات اللي شرائها، الأماكن اللي متوفرة فيها. أساسيات فن الديكوباج هي عبارة عن اللون أو سنفرة السطح الموجود معاهم، بعدين يضيفوا عليه الجيسو، ومن بعدها اللون، ومن خلالها هم راح يعني يطلع لهم المنتج من خلال الورق اللي هم راح يشتغلون عليه. لكل شخص موجود عندنا في الدورة له فكرة أو له هدف أو له خطة موجودة معه، إذا هو حب يطورها من بداية الدخول للدورة هذه راح يكون عنده منتج أو راح يكون عنده شغل إنه يبيع منه أو يستثمر منه أو إنه يكون له دخل خاص فيه إذا هو استغل الفكرة بشكل موسع. One of the student of this art house. I have been here from last 2 months. All the teachers are very nice and very talented. They are teaching us. It's a very good experience, this art house and this Fujairah government. تعلمت من الورش وايد أشياء وصارت عندي هوايات. أول شيء ما كنت أعرف لا كروشة ولا شيء، بعدين جيت الورش وبدأت أتعلم من الأبلوات وأشكرهم وشكرا. الإلقاء هو مجموعة من الكلمات المنثورة التي يخاطب بها المتكلم جمعاً من المستمعين بهدف إقناعهم والتأثير فيهم. لنشاهد مشاهدين سوياً هذا التقرير لورشة فن الإلقاء التي نظمتها جمعية الفجيرة الثقافية الاجتماعية للشاعر عبد الله الهدي الشحي بالتعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، حيث سلط الضوء على الأساليب المتبعة في مهارة الإلقاء. نحن نعلم بأن هناك ضرورة ملحة جدا أن نتعلم مهارات مواجهة الجمهور، مهارات وفنون الإلقاء. لذلك أنا أعتقد أن المادة النظرية قد تكون لها نسبة، ولكن النسبة الأكبر هي التدريب. عندما يخرج المستهدف ويقدم ما لديه وفق وأطر مدروسة، الآن علم فن الإلقاء تطور كثيرا، هو بحد ذاته ربما لا تكفيه جلسة أو جلستين أو محاضرة أو محاضرتين، ورش تدريب عديدة. أنت هنا تقرأ شخصية الإنسان، أنت هنا كيف تثق بنفسك في الدرجة الأولى، استعداداتك ما قبل الإلقاء، قبيل الإلقاء، أثناء الإلقاء، ما بعد الإلقاء، كل هذه المحاور مهمة ورئيسة جدا. قراءتك للغة جسد المتلقي أيضا مهمة، من خلالها تستطيع أن تخلق التواصل، أن تعرف هذا المتلقي الذي أمامك هل هو معك أم لا، هل هو سامع أم مستمع إليك. فهذه مجالات عديدة يعني في فن الإلقاء. الشعر ربما يخاطب الوجدان، الموسيقى الشعرية، الجرس الموسيقي للقصيدة، هذا لها تأثير آخر أيضا. نحن نعلم بأن للغة الجسد ولنبرات الصوت الذي يتفنن فيها الشاعر، يعني أنا أعتقد أن حسب ما يقال ربما 7% للكلمة، ولكن 38% لنبرة الصوت، و 55% دائما تكون للغة الجسد. الشاعر الرائع في جذب الجمهور هو الذي يمتلك الثلاث، مع اهتمامه كثيرا بلغة جسده.
مشاهدينا وصلنا حاليا لختام حلقتنا من برنامجكم الأسبوعي من الإمارات، إن شاء الله تكونوا استأنستوا معنا، وخلوكم في نفس الموعد وفي أمان الله.